كنا نتابع عناصر الفرقة المركزية للتنقلات وكذلك العناصر الفرقة الجهوية التي تزوجت بمختلف جهات المملكة، وعرض من خلاله يبرز المهارات الدفاع الذاتي وكذلك التقدم للمداهمات. مرحبا بكم عندنا في الرواق ديالنا، الرواق ديال فرق تدخل المركزيه والجهويه تابعه للمديريه الامن الوطني. كما كتلاحظوا هنايا في هذا الرواق كنتوفروا على مجموعه ديال الاسلحه، كذلك مجموعه ديال الوسائل اللي كتمكننا باش نكونوا نقوموا بتدخلات بكل الفعاليه. هنا الفرقه هذه اللي هي كتقوم على اساس مجموعه ديال التخصصات داخل الفرقة. عندنا كما كتشوفوا في وراء ديالي واحد المانكان اللي كيعبر على واحد ان سنايبر قناص، كذلك عندنا تقني الحبال تخصص ثاني للناس اللي كيقوموا لنا بالتدخلات عبر النوافذ والاماكن المرتفعة، كذلك عندنا العناصر ديال الاقتحامات عبر الممرات الارضية. هناك كذلك فرق التفاوض نيغوسياسيون اللي كيديروا لنا التفاوض في ازمات ديال احتجاز الرهائن، و الوسائل اللي متوفره لنا كتمكننا باش نقوموا بالتدخل بفعاليه وبجاهزيه. المهام ديالنا كما سبق الاشاره اننا كتقتصر على مجموعه ديال الازمات الكبرى، احتجاز الرهائن، جماعات مسلحه، جريمه منظمه، بصفه عامه هذا هو اللي نقدر نقول لك في هذا الاطار هذا.